السلام عليكم يا طلبة. بالنسبة لمقرر مادة المقدمة في البرمجة، بعض النقاط نبيكم تركزوا عليها إذا كانت تكملنا في النقاشات، زي طباعة المثلث الهرمي شكل نجمة. هم سهلة تقدرون بالفور لوب، تطبع نجمة مثلا في سطلة وتطبع نجمة، سطلة تانية تطبع نجمتين وهكذا. طبعا اللوب طبعا يفرق عندك. هذا بس لما بوريكم الفرق بين ال x plus plus و plus plus x. مثلا عندي برنامج هذا يا شباب، برنامج هذا شنو عبارة عن برنامج مين عادي جدا، قيمة أولية ل x x أو 0، وبعدين نطبع x is d أو قيمة الانتجر هذا سلاش ان سطر جديد. المرة الأولى بنطبع x plus plus، تمام. plus plus كنا كاونتر، هو plus plus في الأخير عبارة عن شنو؟ لو درنا مثلا كومنت قلنا x plus x plus plus هي عبارة عن شنو؟ تكافئ x تساوي x زائد 1، تمام. الإشكالية في two operators في C، في plus plus x وفي حاجة أخرى اسمها شنو؟ x plus plus. طبعا في بعض السيناريوهات نفس بعض، في بعض التطبيق يختلف. أنا عندي البرنامج هذا، عندي طبعت سطرين، أنا طبعت في الأول قيمة x صفر، وبعدين نقول x is value of d أو هي x، حيطبع لي x زائد زائد، وبعدين شو قلنا هنا؟ السطر اللي بعده printf x is d حديد نفسها، بعدين قلنا plus plus x. لو طبقناها كده بالبديهيا حنقول لو الـ x هو صفر، صفر بعدين تجمع قيمة يعطيك واحد، تمام. x في السطر الثاني منهم حتى هتغير قيمتها بتجد واحد، بس في الطباعة تفرق. لو قلنا احنا x على صفر، ففي الامر هذا الـ x plus plus هيعطيني شنو؟ يعطيني قيمة x في البداية اللي هي هتنطبع صفر، وبعدين يجمع صفر زائد واحد تساوي واحد، تخزن في الـ x، تمام. فالسطر الجديد قيمة x الجديدة هتيجي شنو؟ واحد. به الواحد هذه الثانية شو المفروض يطبع؟ يطبع ما مديش نفس السيناريو، يطبع واحد بعدين يجمع ويطبع وكذا، لا لا، هيجمع واحد زائد واحد يساوي اثنين ويطبع شنو؟ ال x. ففي الريزلت النهائي هيجي شنو؟ لو ادينا ران احنا بالفيجوال ستوديو، قلت له ران شنو بيطبع لي توا؟ طبعا هذه بيت فيجوال ستوديو، هندير الكود نفسه بعد توا على الكود بلغز. فاخر سطر عندي انا هنا نقدر ندير مثلا x في الاول تطبع 0 على اول سطر، x الثاني هتطبع 2، مش هيطبع 1 و2 او يطبع 0 و1، او لان شنو قلنا ال x زائد زائد مش نفس، او ال x بلس بلس مش نفس بلس بلس x، تمام. في بعض الاوامر طبعا لو كانت العمليه مثلا زي العداد زي الفور لوب او الواي، لو درنا في سطر معين مثلا قلنا x بلس بلس فاصلة منقوطة او سيمي كولون، تمام. في هذه والحال هذه عندنا بلس بلس x، في الحال هذه نفس بعض، في السيناريو هذا نفس بعض، هي قيمة x هتتغير رقم واحد، تمام. بس لو تجيك في الوسط جملة طباعة او if statement هتفرق عندك، تمام. هذا بالنسبة وضحت كم أضيق كود بلس. به تو أنا بدي نفس السيناريو هذا، بس الجملة هذه من السابقة علي قبله. هناخد كود كيف ما هو كنترول سي، ونعدي VMware كود بلوكس. هنفتح الشباب كود بلوكس، هذا قدامي برنامج كود بلوكس، تمام. في عندي كود ماين، هذا كود يا شباب دونا في المحاضرة بالسويتش، قلنا كيف دير على حاسبة. عندي لاران هذا في البداية هلغاية ديرو بيلد دنامين في كل الأوقات. عندي لو دخلت مثلا أنا 8 زائد 7 هيطبعني شنو؟ 15. باي شباب ملاحظة بس واحدة بس قبل نكمل على برنامج x plus، لو انا حولت البريك انا اول سطر انا لو ديت له شنو ديليت وديت له بيلد نون وطبعت 7 زائد 8 وديت وطبعت 7 عاود ندير ران البرنامج، أيوة ندير 5 زائد 7 أو زائد 6 يطبع لي شنو؟ شوف طبع لي حتى الجملة اللي بعدها هي 5 ناقص 6، فطبع لي عمليتين جد بعض. فنوضح لكم كيف، بس ندير أنا ندير مثلا أنا
space او slash in فحيطبع لي جملة الاولى او عمر طبع الاولى طبعت انا عودا دي لها رنرا خمسة زائد ست شباب انا المفروض سنين البرنامج لما يطلع لي كلمة انتر تعدي لها في رن والبرنامج ما زال ما اشتغل تمام هذه افضل هذه لو طبعت حاجة ضروري تخلي شنو المؤشر بتاعك يرمش ويطلع لك الجملة الطباعة تبغى تكتب تعدل القيمة بتاعها سبعة زائد مثلا اثنين ضمن انت شفتها طبع العمليتين نفس شفت اللي هو وردناه في الكود طبع العمليتين طبع العملية الأولى وبعدين طبع العدد الثاني ليش قال لي سبعة ناقص خمسة لأن هنا ما فيش بريك فافنون يا شباب لو جاكم صار امتحان تأكدوا أن في بريك لو ما فيش بريك أو ما فيش جملة هنا لو دبت زائد هيخش على السطر اللي بعده فهذه الفكرة الأساسية من بريك كنترول زي او نقولكم حاجة هذا نلغو كل البرنامج اللي بوريكم الموضوع اليوم وهو الاكس بلس بلس تمام شباب هذا نفس الكود اللي مبدري بس نحن ناخذ السطر هذا دي له كات ونحطه شنو في البداية مبدري قلنا احنا شباب شنو احنا في الكود بتاعنا هذا قلنا شنو يطبع صفر بعد اثنين ب لو جت لتو هذا بدنا نشوف شنو في البداية لما في تأخير شوية مش عارف ليش التأخير في الرن شباب لاحظنا قلب السطرين هذين ما طبع ليش صفر واثنين او اثنين وسبعة طبع لي x ساوي واحد وانا قال لك x ساوي واحد نعود نحاول نشرحها واحدة واحدة شباب نعودها من الاول قلنا بلس بلس هذي شنو يضيف القيمة الجديدة لـ x وبعدين يطبعها به القيمة الأولية عندنا شنو صفر به x يساوي x زائد واحد زدنا قيمة فقاعد صفر زائد واحد يساوي واحد وبعدين طبعنا قيمة جديدة فطبعنا شنو واحد كيف ما هو موضحنا في البرنامج به قيمة x الجديدة كان بواحد باقي لنا شنو هيطبعنا في البداية هنا شنو هيطبع قيمة الـ x وبعدين يزيدها يعني شنو هيطبع لي واحد في السطر في الطباعة وبعدين واحد زائد واحد يساوي اثنين قيمة جديدة هتخزن شنو x يعني لو مثلا قلنا هنا لو انا بدي اوضح لكم بطريقة اسهل قلنا هذه دي ندور تاب نيو لا نديرها في سطرين بس نديرها في سطر واحد x is percentage d باه ونحط هنا شنو هنا بس حط x واللي بيطبع الـ x طيب وانا شو مفروض يطبع هندولا build and run شوف شو يطبع ده في الاول طبع واحد وقلنا نفس ما وريتكم في فوق قلنا اول حاجة x تساوي واحد هذي لنا جمع ورد قيمة x جديدة اما هذه شنو قيمة x الجديدة هي واحد بعدين زاد اثنين مطبحاش اثنين مع قيمة x الاولى بالنسبة للسطر التالي تخزنت عندي في العملية انا x زاد اثنين فقلت اطبع x قيمة جديدة فقعدت شنو اثنين طبعا هو يدوخ شوية بس نتوفنون لان الفرق الاساسي في الطباعة واحد يخزن يرد بقيمة الاولى بعدين شنو يضيفها قيمة جديدة الثاني يضيف خزنة قيمة جديدة حاول تخيلوه بزي المثال هذا راح ندير سبيس بس الموضح كمان لو قلت انا بيلد ران متأكد من هذا فواحد يطبع ويخزن والاخر يخزن بعدين يطبع شفتوا هنا x تساوي واحد x تساوي واحد لان شنو طباع ضاف وبعدين طباع اما في البداية شنو يعني طباع وبعدين شنو ضاف نعطيكم مثال يقربكم لو جيت بلس بلس هي القريبة فشنو هيضيف القيمة وبعدين يطبع الاكس تخيلوا هكي لو جات الاكس هي الاولى هيطبع قيمة اكس وبعدين يضيف قيمة جديدة هنا هي شنو هي قيمة بعد الاضافة هذه فهتطبع لي شنو اثنين ان شاء الله بس يا شباب قربت المفهوم لو في سؤال او اي حاجة واجهتك خاصة في المثلثات نحاول الايام الجاية نعطيكم مثال عن المثلثات فيديو بس يتقل حتى كتاب الشيء قال فيه شرح لكم كل حاجة بالعربي
وشوف المساج زي نتاع المثلثات زي البرنامج يقوم بطباعة مثلث هكذا زي هذا مثلا. هذا طبعا سهلة، فكرة سهلة، شنو عبارة عن شنو 2-4 من الاي للجي. حنا شرحتهم في فيديو واحد آخر مفصل باش من دوك خبز. مثلا أقول لكم مثلا أطبع لي المثلث زي هذا أو أطبع لي مثلث هيك شكله. طبعا ممكن أصعب شوية قد كده، ممكن حاجة هيك. ممكن يجي لك امتحان اطبع حاجه هيك. فهذا عنده حاجتين، عندنا نجمه وعندنا هنا سبيس. حتى هو حاول تفكر فيها، ونحاول قبل الامتحان اقول حاجه نديكم حتى فيديو اوضح لكم كيف تكتبوا كود. تمام، بدايه اتفقنا يا شباب قلنا الفرق بين البلس بلس اكس والاكس بلس بلس. تمام، واحد يضيف وبعد يطبع قيمه الاكس، والاخر شنو الاخر يطبع قيمه الاكس بعد يضيف. وباش تاكدوا في النهايه في كله في النهايه نفس الفكره. يعني لو قلنا مثلا لو دلنا جملتين مفصلات قلنا مثلا بلس بلس اي او اي او ايوه يعني اي بلس بلس. طب في الحالة هذه كل واحدة في سطر بروح، هذه اثنين نفس الغرض نفس الوظيفة. زي ما قلنا مثلا عندنا مثال فور، مثلا لو دلنا جملة فور فور انت اي تساوي مثلا زيرو اي اصغر من او تساوي 10، بعدين قلنا شنو اي بلس بلس. طب هذه الجمله هذه كيف ما هي نفسها بالضبط كيف ما قلنا شنو. لو جربتوها انت في برنامج مش حتفرق فيكم، لان كل وحده سطر بروحها وما فيهاش طباعة مش مدوق خمسه. طب الجمله هذه هي نفس بعض، قصدي استعمال بلس بلس اي والاي بلس بلس في الفور نفس الفكره. الفكره في جمله الطباعه ونفس السطر. ان شاء الله يا شباب استفدتوا، وان شاء الله عندكم فيديو جديد. اللي عنده سؤال يا ريت الشباب يبعث على المنصه. وعطيتكم تو تشالنجز، تحديات من ضمنها العدد الاولي الشباب سهل العدد الاولي تقدر تحلوه. وفي التحدي الكايم تاع استعمال سويتش بدل اف في طباعه درجات، لو كان مثلا عجب 86 فاطبع اي وهكذا. ان شاء الله شباب موفقين، شوفوكم فيديو واحد اخر.